في الارض داخل المنطقة. كورة قايل لك فيها مفاجأة، فيها مفاجأة، هي المفاجأة الأولى التي تأتي من بنو قادس. من الصعب، من الصعب أن تجد أمامه فارس، هو بنو قادس يا عبده. هي لقطة كانت ملعوبة بالخطأ، ولكن الدفاعات ما كانت بشكل صحيح من لاعبي الأنصار. هي لقطة اللعبت من مين؟ من فهد السبيعي اللي لعب مع شباب النصر، اللي لعب مع ناسي النصر. لاحظ اللقطة، غلطة الشاطر بعشرة، غلطة الشاطر بعشرة يا هاشم يا صبياني. هي لقطة، شوف، لاحظ 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 معاي، لاحظ معاي هنا الغلطة وغلطة الشاطر بعشرة، وكورة تفكك دفاعات الأنصار في لحظة، وبالتالي تسجل لمصلحة